غلط؟ اي خل عندهم مره ثانيه. انت من قاعد تحاسب الفلوس قاعد تثاوب، حتى انا قمت اثاوب وياك. لا تلومني يا عمي، لا تلومني، انا البارح طول الليله تقلب تقلب ما ضقت النوم مو لي. حلامك قاعد احاتي يبون الفلوس ولا ما يبون الفلوس، فقعدت كذي اطالع نفسي، اليوم بيبونهم ما يبونهم ما ادري، غفت عيني ولا ما غفت عيني ما ادري، بس خلنا عمي خلنا اعدمهم مره ثانيه. صباح الخير. صباح النور يما، ليش رديت مبكر؟ ما في شيء ماما، بس مريت خالد ورحنا البنك وسحبت له فلوس وبعدين رحت دوامي واستأذنت ورديت. وليش رديتي؟ وي ما دريتي؟ شنو في؟ ماما خالو كريم اليوم بيوصل. قولي والله خالص بي؟ ايه اتصل على تليفوني وقال انه دق على البيت بس ما حد رد عليه، والحين هو بالمطار. يا رب يا رب يوصل بالسلامة يا رب. اليوم شفت خالد عندنا؟ ايه جاي عشان فلوس اخواني سالم وفيصل. خلصوا وياهم؟ يعني الحين البيت صار لك؟ الحمد لله، على الاقل هم مو محتاجينه. بدور يعني الحين ما راح اقدر اشوفك. صراحه ضحكتيني وانا مالي خلق اضحك، احنا على وجود ابوي ما كنا نشوف بعض، هالدور على وفاته الله يرحمه. اه منك انت بس. اه منك انت. هذا اخوي خالد. الو هلا خالد. الحمد لله زينة. شنو؟ بيوصل اليوم؟ يلا زين زين يلا باي. من اللي بيوصل اليوم؟ ها؟ ماكو عندي محاضرة يلا باي.
شنو هذا يا ريم؟ جنطة ملابسي خالتي. هو عسى ما شر. وين رايحة؟ رايحة بيت أهلي. ليش؟ متناجرين مع بعض؟ كان زين. هو عيل شو السالفة؟ طالعة مني والطريق. يا خالتي أنا ما أحس نفسي إني زوجة. ومن قال هالحكي؟ دائما كنت أسأل نفسي سؤال واحد، أنا زوجة ولا خدامة؟ واكتشفت بعد كل هالعمر إني خدامة. أشوفك على خير خالتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لازم أكلم سالم. ألو. هلا هلا يمه. هلا والله. لا لا أنا حسبالي ريم. شون؟ ريم خذت أغراضها وراحت بيت أهلها؟ من اللي ما يحفظها؟ لا تشيلين همها يا يمه. ما عليك خي تروح. روح بلا ردة. إيش فيك أنت؟ لا تشيلين همها زين ما عليك شغل. أحسن فكها. يلا يمه. إن شاء الله إن شاء الله ولا يهمك. مع السلامة. تبين الصراحة يا أمي؟ ريم ما تنام يوم خذت أغراضها ومشت. ويه غبرة، لا تحكي هالحكي قدام أخوك لا يزعل. يا أمي أخوي وأخاف على حياته، بس من انولدت ما شفت سالم اهتم بريم يوم. هو كذي يا أمي، ما يعطي الحرمة ويه، طالع على أبوه الله يرحمه. ما أدري شلون عطى أشرف ويه. إحنا أنت حكي عن سالم، شاب طاري أبوي الله يرحمه. الحكي جرنا حق تير أبوك الله يرحمه. المهم ما علينا. إذا شفت سالم كلمة وقول له أهو ريال عود والمرأة مهي صغيرة يا ولادي. إذا هذا اتصل فيها. عيب اتصل فيها إذا يا سالم أنا حاجة. إيه ما حاجة، واللي عافيك واللي يسلمك. ترى البيت بدون حرمة ما يسوى شيء، على الأقل تخدمنا إن شاء الله. الله شل بخور ماما، شل بخور شل زين. إيش عندها الحلوة مستانسة اليوم؟ أكيد يا يما بكون مستانسة اليوم، خالك بيوصل. إيه خالي بيوصل إن شاء الله بالسلامة. إنزين ماما قولي لي بصراحة، شنو اللي ونسك أكثر، ييا خالي ولا إخواني لما يتنازلون عن البيت؟ بصراحة ييا خالك البيت يتأوض يا يما، بس الأخو ما يتأوض. إيه ماما الله يخلي لك إن شاء الله. الحمد لله على سلامته مقدما. آمين يا يمه، يا رب يا رب يوصل بالسلامة. أنت وصدقك متى راح تستقبل خالي؟ تعبان شوي. شلم تعبك؟ وبعدين إيش بنقول حق ماما؟ إيش بتقول عنك؟ يا ليلى فهميني، فهميني يا ليلى، أنا بطني عورني عشان كذي مو قادر أروح هناك. وبعدين ليش كلكم تحاتون؟ راجو راح يروح يبه من المطار. بس هالمرة غير عن كل مرة. إيش معنى؟ نبي نحسس أمي. طول عمرنا محسسين أمي إن إحنا نحب خالي. إلا أنت. أنا. ماما طبعا مو حاسه بشيء ولا تدري عن شيء غيرنا، احنا ندري انك ما تحبه. دام انك عارفه كل شيء، ايش حق هاللفه الكبيره كلها؟ يعني بطنك ما يعورك؟ تبين الصراحه؟ لا والله بطني ما يعورني، لكن استحي اروح اجيبه من المطار افتشل قدام الناس. خالد فهميني يا ليلى، فهميني تكفين، قدري مشاعري وحاسيسي اتجاه خالي، انا كلمه خالي زين قاعد تطلع مني. انا ماني مطوله معاك الحكي، ما اقدر اقول غير الله يهديك. الله يهدي الجميع. خالك وخالك ما ادري شنو هالخال، عاد مفشلنا بكل مكان. يا سالم يا اخوي مهما يكون هذه عشرة عمر. يا فيصل يا حبيبي يا اخوي، خذ كلام اخوك المتزوج، انت ريال عزوبي وللحين ما دشيت القفص الذهبي مثل ما يقولون. اسمع كلامي وحطه مثل التركية هذه اللي يحطونها الاجانب بالاذون، فاهم؟ يلا سمعني، عطنا التركية اللي تقول عنها، يمكن تحسسنا ان ريم غلطانه. اترك عنك سالفة ريم الحين، اسمعني وانا اخوك،
لا تسمع كلام الحريم مو لي ولا تمشي وراهم. سالم شو هالكلام الله يهداك؟ هذا الكلام الصحيح اللي يجمد على الشارب يا اخوي. انا بعطيك مثال بسيط لاقرب الناس لك. ابوي الله يرحمه يوم راح سمع كلام حرمه ثانيه وتزوجها ما فشلنا وفشل نفسه. اسمعني سالم، خلنا الحين من موضوع الوالد. ابي سالفتك يا ريم لهالدرجه شايده؟ لا يبا لا شايده ولا شيء، والموضوع بسيط وعادي وطبيعي، ماكو شيء يعني اوفر. بالعكس حبيبي، ريم تبي تحول البيت الى حضانه، وانا الصراحه ما يالنا شيء، ما يالنا عيال، الله مو قاسم. ان شاء الله اذا الله كتب مستعد احول البيت الى رياض اطفال. بعد ايش تبي؟ اسمعني اسمعني ولا مره نصيحه يا اخي، اسمع كلامها وسافر وياها برا وعالج. توني اقول لك لا تسمع كلام الحريم، تقول لي اسمع كلام ريم؟ اسمعني يا اخوي يا فيصل، غير كلام امك لا تسمع. وبعدين انا ابعطيك يعني من خبرتي شويه في الحياه الزوجيه وحياه القز قبل الزوجيه. المراه لا تعطيها ويموليه، دوس عليها، شد عليها، عطى العين الحمراء، خلها تقطع كثر ما تعذبها كثر ما تمسك فيك. المرأة مثل السجاد، كثر ما تدوس عليه كثر ما يكون طيب. اه ماما وين رايحين يما؟ رايحين نجيب خالو كريم. انتوا اللي بتروحون تجيبون خالكم؟ اي ماما انا وفوز. ليش يما؟ خالد موجود ليش ما يروح؟ خالد بطنه يعوره شوي تعبان. خالد مريض؟ لا ماما بس شوي تعبان عادي يعني ما في شيء. زين ماما راجو موجود خلي وديكم. لا ماما حبيبتي، خالد لما سافر ذيك المرة كان زعلان وايد ومضايق علشانك، هالمرة أبي يضحك ويستانس قبل أي البيت. الله يخليكم لي يا يمه ولا يهرمني منكم. ولا يحرمنا منك. يلا خلص. مع السلامة. روحوا يمه. مع السلامة. مع السلامة. يا ريت تحس ان احنا من زمان ما نشتهي خالي. انا مو باطشه بدي الا خواتك يسوون نفسهم يموتون على خالي ويشتاقون له وهم من تحت لتحت. تدري ايش المشكله؟ اني لو احس للحظه ان خواتك شفتي يقفون معانا كان من زمان شيشت امي وخليتها تكنسل البنت. لكن ادري ان اول ناس راح يقولون ظننا. خالد حبيبي ايش فيك يمه؟ ألم ألم يما بطني عورني. إيه بطني يعوره. مصيبة ما تعرف تخشي ليلو. ليش يما؟ ما تبين ليلى تقول لي شيء؟ بعدين هذا خالد ولدي، أنا ما عندي غيره. خالد حبيبي أنا ما أبي يجي خالك ويشوفك جديد تتعبان بعدين قلبه بيعوره. خالد ليش ما يجي؟ خالد يعوره بطنه عشان شي ما يجي. بطنة؟ زين راجو مايا؟ خالي راجو راح يجيب بدور من الجامعة. وبدور وينه؟ خالي بدور بالجامعة. اي اي صح صح صح. احنا ممكن لا لا انتم فيكم بركات فيكم بركات. الحين الواحد يحس انه عايش. شو فيهم العزويه؟ الله يزين العزويه. لو بيدي ويرجع فيني الزمن كان ما تزوجت، وانصح الشباب انهم ما يتزوجون. لا حبيبي ما راح اقدر. لا تدري شوي تعبان عشان كذي ما راح اقدر اجيكم. كلكم متجمعين؟ يا عليكم بالعافيه حبيبي، سلم سلم عليهم. يلا باي. خالك بيوصل، الواحد ولا خلق يروح يقعد يا ربعه، راح تبدي ضيقة الخلق. اقول خالد ما تبي تستقبل خالك؟ ويا داش ما ادري عاد من وين هو جاي. بعد من وين جاي؟ من جزر القمر. على قولتك، هو لو خال سنع كان الواحد راح للمطار واستقبله وفرش له الارض ورد، لكن شنو؟ بيده جنطه وقاعد يتفرفر بالشوارع ويبيع بهالعطورات. وايد تكفى لا تذكرني، ترى ما انزل اسلم عليه.
أنا بروحي خايفة من هالموضوع، خايفة في يوم من الأيام يفتر على البيوت ولا يدش ببيت واحدة من رفيجاتي ويبيع عليها. يا فشيلتي يا فشيلتي. كريمو أشرف دداء قررت عينك يا يمه شعليك خلو كريم واقف قدامك. كريمو خالي خالي ايش فيك؟ كريم خالي ايش فيك؟ كريم ايش فيك؟ كريمو جيتي؟ امك اليوم مو شايلتها الفرحة. طبعا عشان اخوها جاي وانا بموت من الفرحة. لا تحاتين يمه ان شاء الله ما فينا العافية، بسرعة يا فوز. كريم كريمو ايش فيك؟ كريمو رد علي ماما. ايش دراني؟ كريمو ما ادري قوم خل نشوف. ايش فيك وش صاير؟ خالي هذا شنو ماي شكر؟ اي خال والنعم. واي خالد يا حبيبي خالد انا شوي تعبان خالد. لا يا اخو ما في شيء خالو ما في شيء. ماما ماما ليش تبكين؟ دقاكو دقيت تورينكو ها جلوبه شاي قرينكو ندري شو مشكله ها يلا كاركونا ميمي ترى. الحمد لله على السلامه خالد. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك خالد حبيبي. خالد صرت اشوى؟ ايه اشوى اشوى. خالد انت يقولون تعبان بعد سج؟ ايه عوار سج عوار ذابحني ببطني. في عوار شوف خالو انا جبت دواء معي من خاك باك انا روح دهات جبت لك دواء حق بطنك قولوا قاو زبون هذا انت اشرب بس خلاص كله والنعم بصير. الحمد لله على سلامتك خالي ما تشوف شر. الله يسلمك خالو. الله يخليك خالو. الله يسلمك خالو. انا شويه بس شنو من فكر 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 واجد ها هذا شكري صار هبوط عندي ها بس بعد ما في شيء. والله كريم هذا انت صار فيك هبوط انا صار فيني شيء. الله لا يقول لو تموت شي يصير ايه انا بس اشرف انت بس حق فال مو زين امك سوى. الله لا يقول بابا بورخ وهذا موت بعد خلاص موت كل واحد ممكن موت اليوم ما يموت باكر يموت كله بيدقلنا فوق خلاص. فوز نعم خالو. خالو روح داخل المطبخ جيب واحد مشابه بطل. ها؟ يما فوز يعني يقصد يقول يبي بيبسي سفن اب اي شيء اي شيء ان شاء الله مشروبات الغاضية. اي يلا خالو خلينا نقعد هنا. والله انا يهبكم انتوا احبابي انا انتوا قلبي انا شيلوني انا. يلا يلا ساعدين. وما اقتنع؟ لا والله يا يما ما اقتنع والمصيبة انه قام يعطيني نصايح الحريم. يا يمه سالم ولدي وعرفه يقدر يقنع 100 ريال. يمه لا يكون عبالك اذا تزوجت معامل زوجتي مثل ما سالم يعامل ريم. يا يمه يا حبيبي ترى سالم حليو ومو جاس لهالدرجه وبعدين بصراحه بيني وبينك وهو ما يعطي وي. لا عاد يمه انا بعطي وي وبدلع زوجتي وبهنيها. عليك بالعافيه يا ولادي كل واحد عايش حياته. انا مالي شغل بس المصيبة ريم زعلها وحرام يزعلها يا ولادي ما يجوز. زين يما تخليها ترتاح كم يوم ودقي عليها ويبيها هي تسمع كلامك. يما قلت لها هالحكي هذا ما سمعت كلامي مشت وطقتني بالطوفة. لا تلومينها يا يما لا تلومينها. على قولتك والله أنا ما لومها بس أنا برأيي أخليها كم يوم قاعدة ترتاح وعقبها بيبها وأسويها مفاجأة حق سالم. زين تسوين يما يلا على ابنك. بالعافية خالي. الله يعافيك. وش جولت؟ الله يتشبك. ما أدري مشتبك. أنا اليوم أبي أقعد معاكم. بيكلمكم كلام يعرفون ليش خو بقول ليش ليش خو علشان انا ابي يوقف مع اخت واولاد الاخت
مشكور مشكور خالي، ما احنا محتاجين احد يوقف معانا. خالد ما يخالف ما يخالف يا بابا ما يخالف. خالي كريم انت اكيد مسوي شيء. لازم يسوي شيء خالو، لازم يسوي شيء. اجا ما يسوي شيء حق اختي واولاد الاختي، حق منو يسوي؟ كريمو تو چیکار کردی؟ دادا ما رفتم اونجا خونه و ماشین و گاو و فروختم. چی؟ ما شفیش هزا ما شر ما خالی شفیکم ما تحجون نه؟ خالكم يقول باع البيت والسيارة والبقر علشان يوقف وياكم. يا حسرتي ليش يا خالي؟ ليش سويت كذي؟ علشان يعرفين خالك. أشرف دودا إي پولایی که جمع کردم تقریبا بگو تقریبا 2000 دینار 2000 دینار انا جمعت حق من اغراض انا بيئه بيه حلال خيلي مام تصدق خالي خوش بيعه اي بيئه مزبوطه انا بيئة بيت وسياره وبقره نفس حجره ورقه مقص هاوي ناموا في الحجة. يا الله يا رب ليش صرت وحيد أمي؟ ليش ما أعطيتني أخوة فرفض له؟ يعني فرفض حق منه؟ سالم ولد عمي معقد، وفيصل أخوه مسرقع، وخالد أبوي ما يواطن أمه أدري عفيسة لوية، وأمي تنام من بكر، وأبوي ينام من بكر، وأختي هم تنام من بكر. أوف صارت 12 خلي حق على الاخبار. شوف منو سوى التليفون، منو يتكلم، منو ما يتكلم. افتح التليفون. رقم غريبه. الو السلام عليكم. هلا ها لا ما يعرف منو انا ما اعرفك بابا انا كريمو انا كنت مسافر ايه انا الحين يجي من سفر وصل افتح تليفون شوف رقم مال انت ها انا يروح دهات يجيب اتورات يروح يجيب اتورات من باريس باريس بالصواريخ كريمو ليك مصدق نفسك من انا أنا حبيبي أنا اللي معذب بنات أنا ها زفدع كامل هاي زشتو شلونك حبيبي الله يسلمك الله يسلم لا بابا خلاص الحين أنا وأنت صديق بس خلاص الحين بيني وبينك أي شو مله ها بابا لا تزعل أي شكل بس كشمرة إيه وين تكتيكة سامرة خوب حفلة زين زين خلاص أعرف أعرف حفلة زين إيه أوه خلاص ها يعني كل شيء موجود يمتى يمتى شيء بابا متى باكر 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 زين أنا يجي باكر خلاص كل شيء موجود كل شيء موجود خلاص خلاص أنا يجيب أنا يسوي ترتيب يلا سلام عليكم مع السلامة زشتو يلا مع السلامة ماما ايش راح تسوي بفلوس خالي؟ قصدك اللي ضيع عياله وباع البيت وكل شيء باع وخلص شوفي ليلى انا ابيك تجيبين رقم البقال اللي يم بيتهم وانا اتصل في امين شلون بيب الرقم؟ من خالج زين اذا يبني رقم ايش بتسوين؟ ماكو اكلم امين واعطيه الفلوس واقول له يروح يشتري نفس البيت تهجين يردون يشترون البيت بنفس السعر؟ حتى لو يزيدون يا يمه البركه فيك انت واختك هي الاخوي ما ادري شلون يفكر يبيع البيت ويضيع عياله علشان يساعدنا ما يصير يا يمه اي والله ما يصير يلا الله يهدي المهم يعطيني الرقم وما يشك فيني
ان شاء الله. يا ريم لو انت هني كان قعدتك خليتك تسوين لي عشاء. يلا ما عليك خليني اروح اشوف شنو بالثلاجة. والله كريم شوف لنا لقمة. خوش شاي لين عافيصل. ايش قلت؟ والله ما ادري يا اخوي. البورصة تخوف؟ لا تخاف عفو عليك، أنا أبي لك الخير. أنت الحين عندك كم دينار؟ لا تفسفسهم مني ومني، دش فيهم بالبورصة. إيه ما فيها شيء، دش مع أخوك. نصيتكم أنتم، البورصة مو مضمونة علامكم. عفو عليك، معاك سبع، لا تحاتي، أنا سامع من دوانية عروقها بالماي. يقول لك البورصة لها مستقبل، ومستقبل زاهي بعد عفو عليك. والأسهم هذه تشوفها طايحة الحين، يقول لك لم. كثر ما عندك فلوس لم من هالأسهم هذه، إذا ارتفعت خلاص غدا شرك ضرب ضربتك. لا وبسوي محفظة عائلية، بحط فلوسك وفلوسي وفلوس عمي أبو ناصر وفلوس ناصر ونسوي محفظة عائلية. ها إيش قلت؟ هذا ليش أنت ما يصب الماي على الباجي داخل السيارة؟ أمي سبيت بابا ماي. سبيت منو؟ أبالي سبيت واحد. اسمع حط بالك من السيارة، دائما ترس ماي حتى في المشاشيات بعد. ها خلي السيارة شنو مال عمك ما يهمك. لا ما ينزل ما ينزل، خلي انت بس صب ماي علشان السيارة ما يصير فازي هجك. صباح الخير. يود صباح النور بالبنور يا شهر الأسل. يلا خلو اركب عشان نروح. اكيد بركب خالي، بس انت وين تبي تروح؟ انا بروح جامعة. نعم كاشمري بابا يقاشمر وياك. انت بروح جامعه بس انا بروح على باب الله ابي اشتغل، بعدين ابي اروح في نفرات جايين من خاك وباك من دهات ابي اقعد معاهم. ايه لا خالي انا وصلك اي مكان تبي وبعدين اروح الجامعه. لا 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 انت قلت انا بعدين اروح جامعه، انت هالشكل بابا يتاخر على جامعه. ما عندي مشكله ان انا اتاخر على المحاضره، بس اهم شيء اي مكان تبي اوصلك وبعدين يلا اروح الجامعه. ها زين خالو تقدر انت وديني عند اشاره المواصلات وبعدين انا انزل بعدين انت هرج اللي تشوفه خالي. زين انا عندي بيشنهاد ثاني، ايش رايك انت تنزل عند المواصلات وانا هرج؟ خالي بابا كاشمري سوي مع انت. يلا بابا يلا اركب يلا سكر كابوس السياره. يلا
كريمه.